يا ابو حماد احكي لك حكايه. هذا يا سيدي ما اللي انت كان يا ما كان، بس في شيء مو طبيعي يا اخوان. الحاله مسلوقه سلا، وبين الغني والفقير ما عاد في فرق. بالله مو شيء بجنه، القطب ما عادت مخفيه وكلنا صرنا الضحيه. الكل مفروق مثل الامله، كلياتنا رحنا فرع عملي. النفوس بحكمه راضية، بس الجيوب صارت فاضية، ونهار بعد نهار عم ترتفع الأسعار. ويلك يا صاحب العيلة، مالك لا حيلة ولا فتيلة، بالسوبر ماركت قصص وحكايا وأفلام ومآسي، وآخ يا راسي. وبالحكايا في أسرار وخفايا، مين اللي عم يلعب بهالناس؟ الحيتان الكبيرة ولا التاجر؟ العين بصيرة والإيد قصيرة، ومو معروفة بقى قمحة ولا شعيرة. كان إذا بدنا نشبه المسلول المسكين كنا نقول له مثل فرخ السردين. وين هلأ صار السردين بيك ولابس جرافي، منضرب له سلام ومنقول له يعطيك العافية. ورجع العز للرز والبرغل هندس حاله. لك شو بدنا نحكي لا نحكي يا ابو محمد، شايف انت شلون الوضع. رب المشمش ورب البندورة وقعونا وصفينا بالجورة. لك السكر علا وطار ومرمر قلوبنا وعلينا جار. والعدس دائما مع الحدث، اما السمنة يا عيني على السمنة ما عاد تتهدى، والزبدة قعدت حدا، زيت الزيتون الصافي بلحظة غير أوصافي. وأخبار المعكرونة زفرة ونقدة وملعونة، والجبنة قد الكمشة بدولار بتكدش قدشة. ولك إيه هذا غيض منفيض، ولسه ما حكينا عن البيض. آخ من هالجو العصبي داخلي يا صبي. اللهم أعن عبادك التقية، والطف بحال المواد الاستهلاكية. رب ارحمنا في مصائرنا، واخفض سعر حوائجنا في السوبر ماركتات والبقاليات وعموم الصنوف والماركات. اللهم ثبت سعر المبيعات للحبوب والمعلبات والزيوت والمنظفات، واعطف على حالي من كل شيء غالي، وبالخصوص الأساسيات يا رب العالمين. آمين اللهم آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله.